السلام عليكم. انا كأم من جيت مع بنتي في الصباح وانا هنايا يعني باقي كنتسناها تخرج، على الاعصاب ديالي مشدوده. انا 16 سنه وانا كنحارب على هذا البروجي هذا كما كنقولوا، يعني خدامه على هذا البروجي هذا، على هذه اللحظه هذه. كنتمنوا بانهم يراعيوا الظروف ديال الاساتذه ويراعي الظروف ديال الامهات ويراعيوا الاضرابات اللي دازت وبزاف الحاله الاجتماعيه يعني مرنا بها هذا العام. يعني كنتمنى بانهم يراعيوا وياخذوا شويه بعين الاعتبار. يعني شنو نقول لك، انا حاليا فيا ام وفيا اب، يعني 16 سنه وانا معاها، يعني ملي كانت في لابتيت وانا معاها درجه بدرجه، يعني انا كنقرا معاها كما كنقول، يعني هي كدوز برا في المدرسه وانا كندوز برا المدرسه وفي الدار. وكنتمنى بان ياخذوا هذا الشيء بعين الاعتبار ويحسوا بينا كامهات وما يحرموناش من هذه الفرحه. شكرا.